بس وقف يلا اظبط الكادر. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. تانية ثانوي، ها قد بدأ العد التنازلي للمنهج، ومعانا دلوقتي 4 دروس إن شاء الله. النهاردة الدرس الأول منهم بيتكلموا عن الإحساس في الإنسان، بعد ما خلصنا درس الإحساس في النبات، وطبعا خلصنا الإخراج في الإنسان وفي النبات، وقبله كان التنفس، وقبله كان النقل، وقبله كان التغذية، وقبله كان منهج أولى ثانوي. خلاص يعني منهج تانية ثانوي بيخلص، والخطوة اللي جاية ثالثة ثانوي إن شاء الله. فكن محسنا فيما بقي فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. أحسن في الفترة ديت علشان ربنا يجازيك عن هذا الإحسان بالإحسان إن شاء الله، سواء إن ربنا يجبر الكسر أو الزلل بتاعك في اللي فات، أو إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك ما هو قادم. ولا تخاف من أي شيء، يعني إحنا معاك، وبجد يعني محضرين لكم حاجات كويسة جدا، سواء في تانية ثانوي أو حتى في تالتة ثانوي. يعني الجهد اللي بيتعمل دلوقتي مع تالتة ثانوي بفضل الله كبير جدا جدا، وخلاص هما مش محتاجين حاجة تانية في الأحياء. والحاجات اللي إحنا بنخطط لها السنة الجاية، لأن إحنا ما بنعرفش نبطل نتطور، يعني ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. فالحاجات اللي يعني اللي بتتحضر لكم أكبر بكتير من مما تتخيلوا إن شاء الله. المهم تعالوا كده نشوف ال4 دروس بتوع الإحساس في الإنسان بيتكلموا عن إيه. والله الدرس الأول اللي إحنا هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله بيتحدث عن مقدمة عن الإحساس بشكل عام، أو الجهاز العصبي يعني، وكمان هنتكلم عن الخلية العصبية اللي هي وحدة تركيب الجهاز العصبي، تمام؟ وفي خلايا كمان كده هو اسمها خلايا الغراء العصبي، اسمها غريب، وبتعمل 5 وظائف مهمين جدا. بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها العصب. في فرق ما بين الخلية العصبية والعصب. العصب ده مجموعة من الخلايا العصبية جنب بعضها، ماشي؟ يبقى دي العنوان بتاعت النهاردة، يعني ان شاء الله حصة خفيفة ولذيذة. طيب العنوان بتاع الحصة اللي جاية، وانا يعني ان شاء الله اوعدك ان هي تكون من امتع الحصص اللي هتعدي عليك في حياتك ان شاء الله، حاجة اسمها السيال العصبي. السيال العصبي ما هو الا الرسالة، او ان صح التعبير يعني الكهرباء اللي بتمشي في الاعصاب، علشان مثلا لو انا اتلسعت اللسعة دي اللي هو احساسي باللسعة بالحرارة او بالالم، ينتقل خلال الاعصاب ويمشي يمشي يمشي لحد ما يوصل للايه، للحبل الشوكي او للمخ، يوصل يعني الجهاز العصبي المركزي. وبعد كده الجهاز العصبي المركزي يدي امر لعضلات ان هي تنقبض عشان اشيل ايدي بسرعه عشان ما تتحرقش، فاهمني؟ فدلوقتي هو ايه اللي انتقل من ايدي للجهاز العصبي المركزي؟ سيال عصبي. طب ايه اللي ادى الامر من الجهاز العصبي المركزي اللي هو الحبل الشوكي او المخ ورا للعضلات عشان تنقبض؟ برضه سيال عصبي. فدوت الكلام بتاع السيال العصبي، وهنتعرف فيه عن اهم حاجتين في جسم الانسان في الاملاح، يعني الصوديوم والبوتاسيوم، الجدع والندل، يعني في شويه حوارات كده جميله قوي. بعد كده هنتحدث عن حاجه اسمها الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي ودوت باختصار شديد المخ والحبل الشوكي. طبعا كلمه المخ دي بتشمل حاجات كتير قوي، يعني بتشمل حاجه اسمها الدماغ الامامي والاوسط والدماغ الخلفي والمخيخ والقشره المخيه وقنطره، حاجات كتير قوي لما نتكلم عنها بعدين ان شاء الله. واخر حاجه خالص اسمها الجهاز العصبي، الجهاز العصبي الطرفي. وربنا يستر وما يتلغيش السنه دي، لان انا بصراحه بحب اشرح الدرس دوت، حتى لو اتلغى انا هنزله لكم وش كده خلاص، يعني لانه مهم قوي، لان من ضمن الجهاز العصبي الطرفي حاجه اسمها الجهاز العصبي الذاتي اللي هو الاوتونوميك. اوتونوميك يعني شغال لوحده، شغال لوحده يعني انت مالكش تحكم فيه، اللي هو حاجه اسمها الجهاز العصبي السمبثاوي والجهاز العصبي الباراسمبثاوي. واظن انت فاكر حاجه زي كده لما كنا بنتكلم عن العقده الجيب اذينيه في القلب، ان الجهاز العصبي السمبثاوي دهوت كان بيزود ضربات القلب، والجهاز الباراسمبثاوي حاجه اسمها العصب الحائر كان بيقلل ضربات القلب. هل انت بتقدر تتحكم في ضربات قلبك؟ لا، هم اللي بيتحكموا فيه، لان ديت حاجه ذاتيه على حسب حالتك النفسيه وحالتك الجسديه بتشتغل، مش بتحكم مباشر منك. ويا جماعه دول اهم 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 الحاجات في الفسيولوجي وفي الفارماكولوجي وفي الطب عموما وفي الاحياء، يعني ما هو الاحياء هو اساس الطب اصلا. ف يعني مش عارف ازاي اصلا سنه تعدي كده وانت ما تدرسهمش، لما تدخل الكليه وانت فاهمهم بيفرق معاك جدا بصراحه.
فهيا بنا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، ندع مع بعض. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. وفي شوية حاجات كده احنا متفق عليها باستمرار، يعني ان حضرتك لو مفوت صلاة اقفل الحصة، اقفلها في وشي مش مشكلة، وقوم صلي، يعني طز في الأحياء وطز في أي حاجة تانية لو انت مفوت صلاة. لو انت مش متوضي قوم جدد وضوءك، يعني استحضارا للملائكه واستحضارا كده لمعيه الله سبحانه وتعالى، وانت تبقى شخص ايه نظيف كده. لو مزعل حد في البيت قوم صالح الناس اللي في البيت، لان يعني ايه ما فائده العلم ان كنت قليل الادب، بعيد الشر عليك يعني انت تعال زي الفل. بس اقصد يعني ساعات كده بيزعلوا مننا، فمعلش تعالى على نفسك واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. لو والدك او والدتك مزعلهم روح صالحهم، حد من اخواتك الصغيرين روح صالح وطبطب عليه، حد من اخواتك الكبار روح صالح، ما انت برضه الصغير معلش واحترم الكبير، خليك انت كويس، يعني خيركم من يبدا بالسلام. طيب دي حاجات اساسيه بحس ان انا ايه لو علمتكم احياء وانتم ما تعلمتوش الحاجات دي لا ملهاش لازمه الاحياء بصراحه. طيب هيا بنا نبدا المقدمه. بص يا عم حاج، التحكم في جسم الانسان بيبقى محتاج مجموعه من الاجهزه، وبصراحه هم جهازين رئيسيين. المتحكم الاول في جسم الانسان هو الجهاز العصبي، وده اللي احنا جايين ندرسه. بس في متحكم ثاني في جسم الانسان اسمه جهاز الغدد الصماء. الغدد الصماء ديت اللي هي بتفرز الهرمونات، ودي هناخدها في سنة ثالثة ان شاء الله، عندنا اللي هو الشابتر الثاني، عندنا حاجة اسمها الدعامة والحركة، هناخد الهيكل العظمي وكل عظمة في جسمك، عندك 206 عظمة هتعرف اسم كل عظمة لوحدها وموجودة فين وشكلها عامل ازاي وبترتبط بايه وهكذا. الوحدة الثانية بقى او الفصل الثاني في ثالثة ثانوي حاجة اسمها جهاز الغدد الصماء اللي بتفرز الهرمونات، عندنا تقريبا 26 هرمون هنتكلم عنهم في ثالثة ثانوي. انا عايز اعرف بقى ليه ربنا خلق لنا جهازين يتحكموا في جسم الانسان؟ الكلام اللي انا بقوله ده انا بقوله ثالثة ثانوي ثاني، فاهمني؟ فاعرف دلوقتي وتعالى هعيدهولك برضه في ثالثة ثانوي. الجهاز العصبي بيتميز بالسرعة، لأن السيال العصبي سريع جدا، ولكن للأسف الأسيف عدم الاستمرارية. بيتعب بسرعة، يعني بيعمل وظيفة ويوقف، يعمل ويوقف، زي الكهرباء كده، السيال العصبي وخلاص. طيب، إنما هنا بتتميز بالبطء، ولكن الميزة الثانية الاستمرارية. لأن الهرمونات عبارة عن مواد كيميائية بتصب في الدم، فهي بتفرز من الغدة وتنزل للدم وتروح بقى تأثر على مختلف أعضاء الجسم، فعمل ما توصل من الغدة للدم للقلب والقلب يضخها ويمشي في الدم تاني وتروح تمسك في المستقبلات بتاعتها وتأدي، فاهم؟ بطيئة. بس إيه بقى؟ طول الوقت مثلا الغده بتفرز بنسب معينه على حسب حاله الجسم، فطول الوقت شغاله، فالتاثير بتاعها بيبقى مدى طويل، بياخد مساحه كبيره. احنا عندنا بعض الوظائف في جسم الانسان محتاجه سرعه، وفي وظائف تانية محتاجه بطء، مش محتاجه سرعه ولا حاجه. هقول لك مثالين. المثال الاول هو الانقباض العضلي، انقباض العضلات. هو دوت محتاج يبقى سريع ولا بطيء؟ سريع طبعا. هو لساني ده مش عباره عن عضله وانا بتكلم، عباره عن عضله عماله يعني تنقبض وتنبسط، سواء اللسان او الشفايف او العضلات بتاعه الحنجره او الاحبال الصوتيه، علشان تطلع لك يطلع لك الكلام بهذه الصوره. هل انا بفكر في الكلام وبقوله بعدها بخمس دقائق، ولا انا بفكر دلوقتي وبقوله دلوقتي؟ بفكر بقول. ليه؟ سريع، سيارات عصبيه. يبقى اللي بيتحكم في لساني الهرمونات ولا الاعصاب؟ الاعصاب. لما انا بقى عايز اشاور لحد بقول بفكر ان انا اشاور، وبعدها بخمس دقايق اقول اشاور عليه، ولا انا عايز اشاور فهشاور، عايز اكتب فهكتب. دي كلها عضلات، ايدي بيبقى فيها عضلات بتحركها، عيني عايز ابص هنا هبص، ما دي برضو عضله هي اللي جابت عيني كده او كده او كده. فهمني؟ بسرعه لساني. انما حاجه مثلا زي التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم، دي حاجه سريعه ولا بطيئه؟ لا بطيئه. اصله خلي بالك محدش يقول لي ايه الجلوكوز كان عنده قليل فقام جايب له حته بسبوسه الجلوكوز عالي. لا يا راجل، هو بسبوسه ديت حدفها في الدم على طول؟ لا. تقول لي ما هو بلعها. ايوه بالراحه، بس مش مضغها؟ لا بلعها يا عم، ما مش مشكله، بلعها، حدفها للبلعوم، بعد كده المريء، بعد كده بقى الحركه الدوديه، بعد كده المعده، بعد كده تقعد شويه في المعده، بعد كده الذرع تروح للامعاء الدقيقه الاثنى عشر، بعد كده اللفائفي، بعد كده يحصل لها امتصاص وتروح الوريد للباب الكبدي، وتعدي على الكبد ياخد الزياده ويخزنها في صوره جلايكوجين ويطلع الباقي. هو الكلام ده بيحصل كده ولا بياخد وقت؟ بياخد وقت. فالجلوكوز ما بيعلاش كده، الجلوكوز بيعلى كده.
فانا لما اجي انزل الجلوكوز ما ببعتلوش سيال عصبي يجيبه للارض، لا ده انا ببعت له هرمون اسمه هرمون الانسولين. هرمون الانسولين بقى تلاقيه طول اليوم بيحاول يقلل الجلوكوز، يقلل الجلوكوز، يقلله يقلله. لما الجلوكوز يقل وانت تبدا يا لهوي ده انا هيجي لي هبوط وبدات اجوع تاكل تاني. فلما تاكل الجلوكوز ما بيعلاش، الجلوكوز بيعلى مش بيعلى، لا فاهمني بيعلى. فتلاقي ان الانقباض العضلي لو احنا عايزين نمثله اهوت، بص العضله كده مش منقبضه، هوب انقبضت ورجعت تاني. يعني اتمنى تكون فاهم قصدي، الموضوع سريع جدا. انما لما نيجي نتكلم عن مستوى الجلوكوز في الدم، لا يا باشا ده الموضوع بطيء جدا، بيعلى بعد كده ينزل بعد كده يعلى تاني على مدار 24 ساعه. فطرت الصبح فالجلوكوز في دمي عالي، قام الانسولين قام قال له انزل يا باشا انت رايح فين هتموتنا، فبدات اجوع فروحت اتغديت، فبعد كده الانسولين جه فهمني. فانا يهمني ان الموضوع ده ما يتمش بسرعه، يتم ببطء. فعشان كده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا جهازين في جسمنا، احدهما يتميز بالسرعه وعدم الاستمراريه، وواحد تاني بيتميز بالبطء والاستمراريه. طب ليه هنا عدم الاستمراريه؟ اصل تخيل كده لو انا قلت العضله انقبضي وفضلت منقبض، ده اسمه ايه؟ ده اسمه انقباض، ده اسمه شد عضلي، ده اسمه انقباض لا يتبعه انبساط، انقباض بدون انبساط. ذهب ولم يعد، ركب الناقه وشرخ، العضله انقبضت ولم تنبسط. دي مش حاجه حلوه، انا عايزها تنقبض وتنبسط. فدي الفكره. هقول لك مثال تاني، المثال دوت معلش انا همهد بيه لدروس جايه في ثانيه ثانوي والمعلومات كتير قوي في ثالثه ثانوي. مثال بتاع الخناقه. بص يا صاحبي، انت عشان تتخانق محتاج حاجتين، محتاج اول حاجه الجهاز العصبي السمبثاوي. اسمح لي بس اكتب كده ايه، الجهاز العصبي السمبثاوي اللي بيتميز بالايه، بالسرعه، ولكن للاسف الاسيف عدم الاستمراريه. الجهاز العصبي السمبثاوي ده هو بقى بيروح لحاجه كده اسمها الغده الكظريه. الغده الكظريه ده هي بتنتج لك هرمون اسمه الادرينالين. هرمون الادرينالين ده بيتميز بشيء من البطء لو احنا قرناه يعني بالجهاز العصبي السمساوي، ولكن بيتميز بالاستمراريه لانه هرمون. في الخناقه هو انا محتاج ابقى سريع ولا اقعد فتره طويله ومستمر؟ انت محتاج الاثنين. اصل تخيل كده هو اللي بيجي يتخانق معاك دوت مش بيبعت لك اس ام اس يقول لك يا صاحبي جهز نفسك انا جاي اتخانق معاك بعد ربع ساعه، فانت هتقوم بقى يلا هيلا هوبا وتعمل تمارين عشان تجهز للخناقه. لا هو بيدخل عليك، عارفين انتوا الكليشيه بتاع الافلام دوت، هو واقف بيتكلم مع حد وكده فجاه بقى حد بيقوم جاي شده من كتفه لفه كده ومديله بالبنيه بقى الخناقه بدات. وش تيجي بقى تقول له استنى يا صاحبي استنى لما الادرينالين يطلع عشان الادرينالين بطيء؟ لا يا باشا، جهازك العصبي السمساوي يشتغل حالا يخلي العضلات قويه، يرفع الجلوكوز في دمك، يعني يخلي عينيك مفنجله، يخليك مركز، يزود ضربات القلب، يزود معدل التنفس، وتدخل في المود بتاع الخناقه بسرعه. خلاص يبقى بدايه الخناقه انا محتاج مين؟ الجهاز العصبي السمبثاوي السريع، ولكن للاسف الاسيف بيتميز بعدم الاستمراريه. جهازك العصبي هيبدا معاك الخناقه هيريح بعد شويه، مش هيقدر يكمل معاك الخناقه. فلو ما كانش في ادرينالين ساعتها انت هتبدا الخناقه زي الفل، بس هتموت في الاخر، هتتضرب يعني. فتلاقي بقى الجهاز العصبي بالسمساوي يقوم جاي بص رايح للغده نخاع الغده الكظريه، يقوم جاي خبطه كده يقول له طلع ادرينالين من عندك، يقول له ما انا لو طلعت مش هيشتغل دلوقتي، ده لسه ده بطيء هيشتغل بعد 5 دقائق، يقول له مش مشكله انا هبدا انا ال5 دقائق دول، بس بالله عليك اصلا انا بعد 5 دقائق هريح، تكون انت طلعت انت تكمل ورايا. يبقى مين اللي بيبدا الخناقه؟ الجهاز العصبي. مين اللي بيكمل الخناقه؟ الجهاز الهرموني الادرينالين. الادرينالين يكمل بقى ايه معاك للاخر. اتمنى تكون فهمت ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا جهازين يتحكموا في جسم الانسان، الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء. دي كده مكتوبه كلمه او سطر في بدايه المنهج، بس اظن هو هيفرق معاك في الفهم. الجهاز العصبي او الجهاز الغدد الصماء وظيفتهم استقبال المؤثرات، سواء المؤثرات ديت كانت داخلية أو كانت خارجية،
واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده المره اللي فاتت. يعني مثلا من المؤثرات الداخليه الجوع. الجوع دوت اللي هو مستوى الجلوكوز في الدم. مستوى الجلوكوز في الدم لو عالي يبقى انت شبعان، لو قليل يبقى انت جعان. او مثلا زي الارهاق، الارهاق او التعب، او زي الالم، الالم بسبب مرض او عضو داخلي تعبان او ملتهب. المؤثرات الخارجية زي الصوت، زي الضوء اللي هو ان انت تشوف حد، يعني زي مثلا الحرارة. والحرارة ينفع مؤثر داخلي برضه، واحد عنده التهابات وجسمه درجة حرارته مرتفعة، او واحد واقف في الشمس واتلسع، فتنفع داخلي وتنفع خارجي وهكذا. فهم بيستقبلوا المؤثرات دي، بعضها بيتم استقباله عن طريق الجهاز العصبي. يعني احنا عندنا اعصاب في عينينا في الشبكيه وراها عصب بيستقبل الضوء. الصوت برضو في حاجه اسمها الاذن الداخليه متصله بعصب سمعي بيسمع الصوت. الحراره بنحسها بالنهايات العصبيه اللي كانت في القدمه، كانت بتحس بالحراره. ولكن مستوى الجلوكوز في الدم لا، الهرمونات هي اللي بتحسه. خليه كده في البنكرياس بتشعر ان مستوى الجلوكوز بقى قليل، فتفرز هرمونات ترفع الجلوكوز، او تحس ان مستوى الجلوكوز عالي فتفرز انسولين فيقلل الجلوكوز. المهم يعني ان الاثنين وظيفتهم استقبال المؤثرات وكمان التحكم في ردود الافعال، ردود الافعال. ما هنا سمعت الصوت، ايوه سمعت الصوت ده حد بينده عليا عايزني مثلا فانا هروح له، ولا حد بيجري ورايا فانا هجري منه، ابويا بيقول لي تعالى يا حبيبي ولا بيقول لي تعالى يا حبيبي، فاكرين؟ فالاستجابه بتاعتها هتبقى عامله ازاي؟ مستوى الجلوكوز قليل فانا لازم ارفعه، ده عالي لازم انزله، ضغطي عالي وهكذا. فرد الفعل ووظائف الاعضاء برضو الجهازين دول هم اللي بيتحكموا فيهم علشان يبقى الانسان في اتصال مستمر مع التغيرات المحيطه بيه. لان لو انت مش حاسس باللي حواليك مش هتعرف تدي رد فعل مناسب. الناس بتندهلك بس انت مش سامع، طب هتتواصل مع الناس ازاي؟ في عربيه جايه في وشك وانت مش شايف، ما هتخبط. فلازم تدي رد فعل وتبقى في اتصال مستمر مع التغيرات المحيطه. ودي الوظيفه العامه بتاعه الاجهزه ديت. طيب هنبدا بقى نتكلم عن الجهاز العصبي بشكل مخصوص. زي ما قلت لك عندنا الجهاز العصبي بينقسم الى حاجتين رئيسيين، الجهاز العصبي المركزي، ومركزي يعني سنتر، المركز اللي في المنتصف، اللي هم عباره عن حاجتين. رسمه بسيطه كده، حاجه اسمها المخ والحبل الشوكي. المخ اللي بيبقى داخل صندوق الجمجمه، والحبل الشوكي اللي بيبقى داخل العمود الفقري. وفي حاجه ثانيه اسمها الجهاز العصبي الطرفي، اللي طالع بقى التفرعات اللي طالعه ديت. يعني بص هنا معايا، في عصب جاي كده وفي عصب كده، ايه الفرق ما بينهم؟ هقول لك. هنا هقول ان في صابع انسان اهو، ده الصابع اهوت، وفي هنا شمعه، ادي شمعه، وفي هنا اهوت عضله. هتفهم معايا دلوقتي. العصب ده هوت بياخد الاحساس بالحراره من عضو الاستقبال اللي هو الجلد، وينقل هذا الاحساس الى الجهاز العصبي المركزي ممثلا في الحبل الشوكي. بعد كده بتلاقي في حاجة هنا اسمها عصب موصل، خلية عصبية موصلة عاملة كده، تاخد الاحساس من هنا وتنقله للخلية العصبية التانية اللي بتروح للعضلة علشان تخلي العضلة تستجيب وتنقبض. بص ركز معايا قوي بقى، تخيل معايا كده اهو يا عم الحاج، انا حط ايدي على شمعه اتلسعت، فالسيال العصبي انتقل من ايدي عن طريق العصب، مشي 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 لحد ما وصل للايه؟ الحبل الشوكي. بعد كده الحبل الشوكي خد القرار، ايه القرار؟ ان ايدك دي هتتلسع، شيلها بسرعه. فانت بتتلسع بتشيل، طب مين اللي هيشيل ايدك؟ العضله. لما تنقبض ايدي هتتشال. طب هو مين اللي هيقول للعضله ان هي تنقبض؟ العصب ده. ايه رايك نسمي العصب اللي فوق دوت دي نسميها خليه عصبية حسية، حسية لأنها هي اللي أحست. والخلية العصبية اللي تحت دهيت هنسميها خلية عصبية مالها بقى؟ حركية،
لان هي ادت الامر بالحركه. طيب ايه رايك ان احنا نقول على الشمعه المؤثر، هي اللي طلعت الحراره، ونسمي الجلد، الجلد اهو نسميه عضو الاستقبال. يا سلام يا اولاد. اما العضله اللي تحت دهيت نسميها عضو الاستجابه، ماشي، اللي هي العضله. طيب حد يقول لي نسمي ايه للخليه ديت؟ دي عباره عن خليه عصبيه، بس مالها بقى؟ موصله، بتبقى داخل الجهاز العصبي المركزي. انما دول بره صح، فدول تبع الجهاز العصبي الطرفي. ايوه هما دول بقى، انا عمال احكي دول عشان اقول لك مين هو الطرفي، اللي بره على الاطراف، سواء اللي جايبين الاحساس او اللي مودين الاوامر، سواء اللي بتقول الحق انت بتتلسع او اللي بتقول الحق انقبض بسرعه، فاهمني؟ سواء كانت الخليه العصبيه الحسيه او الخليه العصبيه الحركيه. طيب من ضمن الجهاز العصبي الطرفي حاجات انا ما بتحكمش فيها بنسميه الجهاز العصبي الطرفي الذاتي، اللي هو الجهاز السمبثاوي والجهاز الباراسمبثاوي. عايز اقول لك ان الجهاز السمبثاوي ده بتاع الثلاثة اف، الثلاثة اف دول الفايت والفرايت والفلايت، بتاع الخناقات يعني. فايت يعني قتال، فرايت يعني حالات الخوف، وفلايت يعني مش الطيران، انا اقصد بيها الهروب. تخيل سيناريو كده، مثلا حد بيندهلك ويقول مين الحمار اللي عمل مش عارف ايه، فانت تقول ده مين البغل اللي بيقول كده، وانت رحت ايه تتخانق، ما هو بيشتمك، حد بيشتمك وانت سامع صوت حد بيشتمك، فانت بتقول مين البغل دوت، وبتلف بتبدا تبص له كده تلاقيه بالفعل طلع بغل ما شاء الله يعني. فايه فانت تحولت من الفايت الى الفرايت وخايف. وبعدين بتفتكر قانون نيوتن الخامس اللي بيقول الجري ثلاث ارباع الجدعنه، فبتاخد بقى فكره الايه الفلايت، سواء هنا او هنا او هنا انت محتاج الجهاز السمبثاوي عشان تتخطى هذه الظروف. في جهاز تاني بقى، ده بتاع الانتخه والرحرحه وبتاع اللذاذه كلها، اللي هو بتاع الريست اند دايجست. اند بتتعمل ازاي كده صح؟ صح، اند دايجست. ريست يعني الراحه، ودايجست جاي من هاد دايجيشن، فده بتاع ان انت تروح في البيت تقعد تتفرج على التلفزيون، او تبقى قاعد منتخ كده على السرير تتفرج على حاجه، بتاكل حاجه، فده الرحرحه خالص بقى. فيبقى الجهاز دوت شغال في حالات النجده والطوارئ، وتشغل في حالات الانتخه والرحرحه. ودول اخر حصه ان شاء الله، هيا بنا ندخل في حصه النهارده. وقبل ما نتكلم عن اي حاجه نتكلم عن الخليه العصبيه، الخلية العصبية اللي هي وحدة تركيب الجهاز العصبي. الخلية العصبية بيسموها باللاتيني نيورون، نيورون. يقال ان التسمية ديت جت من ان كان فيه قائد روماني اسمه نيورون، انا فاكره على فكرة من التاريخ، ناخده تقريبا في اعدادي. الراجل ده كان مجنون وعصبي جدا لدرجة ان هو حرق، كان ساعتها لسه الدولة الرومانية لم تدخل في المسيحية أو النصرانية، فكان بيقتل المسيحيين أو النصرانيين يعني النصارى، فكان بيقتلهم وبيحرقهم لدرجة كمان أنه من الجنون حرق أمه. فلما جت بقى الأعصاب فسموها إيه؟ الراجل العصبي المجنون دوت اللي هو نيورون، يقال كده ماشي. نيورون الخلية العصبية بتتكون من إيه الخلية العصبية ديت؟ بيبقى عندها حاجة اسمها جسم الخلية، وجسم الخلية ده طالع منه تفرعات بقى. تعال نرسم جسم الخلية اهوت، بيبقى عامل كده، عامل شبه النجمة كده، وطالع منه تفرعات كتير اسمها زوائد، حتت كأنها زيادة وعاملة زي الشجرة كده، فسبحان الله سموها زوائد شجيرية. بس احدى هذه الزوائد شكلها غريب، طويلة جدا لدرجة انها ممكن توصل لمتر، وفي الاخر فيها نهايات كده، نهايات عصبية في الاخر كده ماشي. الحتة دي الطويلة دي اسمها محور. المحور ده متحوط بغشائين، في غشاء رقم واحد عامل كده، تلاقي حتة وبعد كده فاصل، حتة بعد كده فاصل، عامل زي السجق كده. ايوه، وفي خلية انا هنعرف اسمها
وفي كمان غشاء بيحوطه هو كمان من بره. هنعرف برضو الغشاء دوت اسمه ايه. اسمح لي بس ايه، لو انت وراك حاجة خلصها وتعالى كون انا خلصت الحتة دي. ايوه ايوه هتيجي اهي 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 زي الفل. يبقى ايه اللي انا رسمته ده؟ عبارة عن جسم الخلية والتفرعات. التفرعات دي اسمها تفرعات شجيرية او زوائد شجيرية، والبتاع ده هو اسمه المحور. اسمح لي كده اكتب المحور، ودي كده اسمها زوائد شجيرية. تعال بقى نتكلم عن الجسم ذات نفسه. الموضوع سهل خالص، بيبقى فينا هو نواة دائرية، وفي هنا السيتوبلازم. السيتوبلازم بقى فيه الميتوكوندريا وجسم جولجي وفي حاجات كتير، بس ما فيهوش جسم مركزي. يبقى ركز كده، جسم الخلية بيحتوي على نواة دائرية وبيحتوي على السيتوبلازم. السيتوبلازم فيه عضيات، والعضيات دهيت اهمها طبعا الميتوكوندريا. اشمعنى الميتوكوندريا؟ عشان تنتج طاقة. ما اي حاجة بفلوس، ان ما فيش حاجة اسمها ببلاش. هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفته، ما دام هتدفع. انما بلاش، انا ما عنديش حاجة اسمها ببلاش. فهنا لازم يبقى فيه ATP عشان الخلية تقدر تعمل السيارات العصبية، تعمل توصل للرسائل يعني. فدي الميتوكوندريا عشان انتاج الطاقة ATP. وفي كمان حاجة اسمها جسم جولجي، وفي ريبوسومات وهكذا. ولكن زي ما قلت لك، لا يحتوي السيتوبلازم على الجسم المركزي. الجسم المركزي دوت اللي كنا بنسميه السنتروسوم. افهم معايا، سوم معناها جسم، وسنتر يعني مركز. فلما اقول سنتروسوم يعني الجسم المركزي اللي كان بيتكون من حاجة اسمها سنتريولان او سنتريولين. سنتريولان، افكرك كان بيعمل ايه. الجسم المركزي دوت اللي كان مسؤول عن تكوين حاجة اسمها خيوط المغزل عند انقباء انقسام الخلية. ادي جسم مركزي، ادي سنتريول وادي سنتريول، ومطلعين خيوط المغزل اهيت اللي بتمسك في الكروموسومات علشان تفصلها كده اهو الى كروماتيدات عند انقسام الخلية. يبقى دوت بيبقى الجسم المركزي ضروري لانقسام الخلية. ايه ده؟ ثواني بس، هو انت بتقول ان مفيش جسم مركزي؟ ايوه. لذلك الاستنتاج، اذا الخلية العصبية، واسمح لك اكتب كلمة كده ما بين قوسين، العادية، لان هيقابلنا كمان شوية حاجة اسمها خلايا الغراء العصبي، ودي بتنقسم. الخلية العصبية العادية لا تنقسم. علل، لانها لا تحتوي على جسم مركزي، فبالتالي لو الخلية دي باظت خلاص مش هتتجدد تاني. بس خلي بالك الحتة دي لو اتقطعت ممكن تتجدد. يعني لو القطع او البوظان ده حصل في جسم الخلية، الخلية هتموت، الراس ماتت. انما لو حصل في المحور ممكن يتجدد تاني عادي. ماشي، يبقى ده بالنسبة لإيه؟ لجسم الخلية. بس ناقص معلومة كمان، جسم الخلية لقينا فيه حاجة اسمح لي نرسمها بلون مختلف مثلا، هيت لقيناها متنطورة كده في كل حتة في السيتوبلازم. اسمها ايه بقى الحاجات دي؟ حبيبات، حبيبات نسل. محدش يقول لي نسل، اسمها النسل جرانيولز. حبيبات نسل يعتقد ان هي عبارة عن غذاء مدخر موجود داخل الخلية العصبية، لان في بعض الابحاث لقوا ان الخلية العصبية لما بتشتغل كتير حبيبات نسل عددها بيقل، تمام؟ ولما بتستريح عددها بيزيد. معنى كده ان هي لما بتشتغل بيقل لانها بتستهلك. معنى كده ان هي كانت غذاء مسؤول عن انتاج الطاقة، او هو مصدر للطاقة للخلية طبعا من خلال الميتوكوندريا. ماشي، يبقى ديت بالنسبه لجسم الخليه. وقلنا الزوائد الشجيريه دي ايه وظيفتها؟ وظيفتها ان هي تزود مساحه السطح المعرض لاستقبال السيال العصبي. بص يا عم الحاج، هنعبر عن السيال العصبي مثلا باللون الاخضر ده. السيال العصبي بيدخل منين؟ يا اما ان هو يدخل عن طريق الجسم مباشره، يا اما عن طريق الايه، الزوائد الشجيريه. يعني بص مثلا، في خليه عصبيه راحه لصبعي ده عشان تاخد منه اي احساس. هو انا لو جبت دبوس وشكيت صبعي في اي حته هيحس ولا مش هيحس؟ هيحس. طب هو ازاي انا قادر اغطي مساحه جسمي دي كلها؟ هل كل حته في جسمي، كل حته فيها جسم خليه؟ لا، بس ممكن جسم خليه واحد بس مطلع التفرعات بتاعته، رامي العيال بتوعه ويقول له اي حد يسمع اي حاجه يجيبها لي. فلو السيال العصبي جه من اهو هيوصل للجسم، ولو جه من هنا وصل للجسم.
يبقى يا اما يوصل للجسم بشكل مباشر يا اما يوصل عن طريق الايه الزوائد الشجيريه. يبقى وظيفه الزوائد الشجيريه هي زياده مساحه سطح استقبال السيال العصبي. تمام. تعال بقى ندخل على المحور. وزي ما قلت لك ان المحور ده هوت المحور عباره عن زائده شجيريه. هو كان زائده شجيريه بس اطول بين الباقيين. تمام. يبقى الفكره بتاعته ان طوله ممكن يوصل الى متر، لان في خليه عصبيه مثلا جايه من الحبل الشوكي في ظهرك لحد صابع رجلك الصغير. طب المسافه قد ايه؟ ممكن توصل اكتر من متر. ماشي. يبقى دي فكره ان هو المايك اتحرك ان شاء الله ما يكونش ايه. سامعيني؟ سامعين ان شاء الله. دي فكره ان هو اطول من الزوائد الشجيريه. الفكره الثانيه ان هو محاط بحاجتين. رقم واحد محاط بحاجه اسمها الغمد النخاعي. عارفين السيف؟ السيف مغمد يعني داخل جوه الجراب بتاعه، فعشان كده هو دوت الجراب اللي بيحوطه. ساعات بنقول عليه الغمد النخاعي دوت غلاف الميلين. الميلين دي عباره عن ماده وانا كتبتها باللون الابيض لانها ماده دهنيه بيضاء. وظيفتها ان هي بتحوط السيل العصبي عشان تبقى ماده عازله. وظيفتها تعزل العصب. زي ما تجيب سلك الكهرباء اللي هو بيبقى نحاس وتحوطه ببلاستيك. ايه فايده البلاستيك؟ بيعزل الكهرباء. فبالتالي تفتكر كل ما الميلين كان اكتر السيال العصبي هيمشي بسرعه ولا ببطء؟ بسرعه. السلك العريان الكهرباء بتفلت منه، انما السلك المتغطي تلاقي الكهرباء ماشيه فيه بسرعه. وكل ما كان الغطاء اكثر سمكا كل ما كانت الكهرباء اكثر سرعه. تمام. يبقى العلاقه ما بين كميه الميلين او سمك غلاف الميلين او الغمد النخاعي وسرعه السيال العصبي علاقه طرديه. عايز اقول لك معلومه عن غلاف الميلين وهكتبها باللون الاحمر وهتفهم ليه دلوقتي. ان غلاف الميلين دوت بيدخل فيه تكوينه فيتامين بي 6 و9 و12 واهم واحد 12، بس كلهم مهمين. عارفين ليه انا كتبته باللون الاحمر؟ لان دي الحقن اللي بيبقى لونها احمر يقول لك دي حقن عشان الاعصاب. اظن الحقن ديت دخلت كل البيوت المصريه ان لم يكن كل بيوت العالم دلوقتي، خاصه لو حد عنده السكر. السكر بيبقى تكوين غلاف الميلين بيبقى ضعيف شويه لان الفيتامينات عند مرضى السكر بتبقى قليله وعندهم مشاكل في الاعصاب، فتلاقي دايما بيتكتب لهم على الحقن دي حقن فيتامينات او حقن يقول لك مقويات او حقن للاعصاب بيبقى لونها احمر زي الديبوفيت. ليها اسامي كتير في السوق يعني. فبيبقى فيها يقول لك فيتامين بي كومبلكس، يعني خلطه كده من فيتامين بي بي 6 وبي 9 وبي 12 وهكذا. تمام. ماشي. فدي فايده الحقنه اللي لونها احمر. لما تيجي بقى حد ياخد الحقنه دي في البيت قول له يا بابا انت عارف ليه؟ علشان ربنا يديله الصحه يا رب ويشفي كل مريض. علشان الحقنه دي بتزود غلاف الميلين اللي بيغطي الاعصاب، فالاعصاب تبقى عامله زي السلك المستغطي. يا بابا قول له مستغطي؟ اه زي السلك المستغطي، ما بقاش سلوكك عريان يا بابا. انت عارف لو قلت له سلوكك عريان هضربك على طول. فلما سلوكك تبقى مستغطيه السيال العصبي يبقى زي الفل. تمام. يبقى دي اول حاجه. رقم اتنين اللي انا عاملها باللون الاصفر حاجه اسمها النيورو لما او الغشاء الغلاف العصبي. الغلاف العصبي اللي هو بيغطي العصب بقى من بره خالص. يبقى المحور او الالياف العصبيه اللي موجوده في المحور الخط اللي جوه ده متغطي بكام حاجه؟ اتنين. الحاجه الاولانيه اسمها الغمد النخاعي اللي بيتكون من ماده دهنيه بيضاء تسمى الميلين، يدخل في تكوينها فيتامين بي 6 و9 و12. وكمان متغطي بحاجه اسمها الغلاف العصبي اللي هو النيورولما. افهمك يعني ايه النيورولما؟ واسمح لك اكتب كمان كلمه عشان نقولهم كلهم بالمره. السيتوبلازم ده هو بيسموه النيورو بلازم. بص يا عم الحاج، دلوقتي احنا عندنا ثلاث كلمات. الكلمه الاولانيه خليه عصبيه وسيتو بلازمها، سيتوبلازم الخليه العصبيه، وغلافها اللي هو غلاف الخليه العصبيه. خليه عصبيه معناها نيورو، فانا هكتب هنا نيورون. نيورون اللي هو الخلايا العصبيه نفسها.
السيتوبلازم اسمه بلازم، فانا هسميه نيورو بلازم، اللي هو السيتوبلازم بتاع النيورون بتاع الخلايا العصبية. طيب غلاف او غشاء معناها طبقات، طبقات معناها بالانجليزي layer، باللاتيني لما، انا اسف اعرف بس ان هي لما. طب احنا عايزين ايه؟ غلاف العصب، يبقى هنسميه نيورو لما. هو مكتوب عندك كده بقى، دي اسمها نيورون اللي هو الخلايا العصبية، والسيتوبلازم بتاعها اسمه نيورو بلازم، والغلاف اسمه نيورو لما. هي المفروض لما، عايز تقولها ليما ماشي، نيورو ليما سي، نيورو لما. هقول لك حاجه واحرقها لك من ثانيه ثانوي، من ثالثه ثانوي. تعالى بص يا عم الحاج، ان شاء الله لما نوصل لثالث ثانوي هنتكلم عن العضله، الخليه العضليه، خليه عضليه وسيتوبلازمها وكمان غلافها او غشائها. اسميهم ايه؟ الخليه العصبيه معناها سارك، سارك يعني لحمه او عضله. السيتوبلازم هنسميه ساركو، ساركو بلازم، ساركو بلازم. طيب الغلاف هنسميه ساركو لما. يبقى لما نيجي في ثالث سنه وان شاء الله واقول لك الخليه العضليه هتقول لي سارك. طيب السيتوبلازم ساركو بلازم. طيب الغشاء ساركو لما. حلو جدا. انا عايز الم بقى كل اللي احنا قلناه دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنتكلم عن الخليه العصبيه، او قلنا مقدمه الاول عن التحكم في جسم الانسان اللي فيه جهازين، الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء او اللي هو بيفرز هرمونات، وان الاثنين وظيفتهم استقبال المؤثرات سواء كانت خارجيه او داخليه علشان يستجيبوا لها استجابه تحافظ على حياه الانسان ويخلينا متصلين مع البيئه الخارجيه ونتمكن من التحكم في وظائف الاعضاء بتاعتنا. وان الجهاز العصبي بينقسم الى جهاز عصبي مركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي في منتصف جسم الانسان، وجهاز عصبي طرفي. وقلت لك ثلاث انواع من الخلايا، الخلايا العصبيه الحسيه اللي بتجيب الاحساس، والخلايا العصبية الموصلة، والخلايا العصبية الحركية اللي بتودي الأوامر بالانقباض. تمام، ورسمنا الرسمة بتاعتها وهتتعاد تاني دلوقتي. بعد كده دخلنا على تركيب الخلية العصبية. اسمح لي ألخصه لك تاني. كان عندنا حاجة اسمها جسم الخلية، والجسم ده هو طالع منه زوايد، لو كانت صغيرة وعددها كبير يبقى اسمها زوايد شجيرية. تمام، ولو كانت واحدة بس أطول كده ده اسمه المحور. المحور ده هو في الاخر بيبقى طالع منه حاجة اسمها نهايات عصبية او تفرعات نهائية، بيبقى تفرعات في الاخر كده. ابدأ تاني، الجسم بقى فيه نواة دائرية وفيه ميتوكوندريا وجسم جولجي، بس ما فيهوش جسم مركزي، لذلك فان جسم الخلية لا ينقسم. بيبقى فيه حبيبات نسل المسؤولة عن ان هي غذاء مدخر، ده محاط بحاجة اسمها الغمد النخاعي او غلاف الميلين، اللي بيبقى ماده دهنيه بيضاء بتعزل المحور وتزود السرعه بتاعته، وكمان بيبقى فيه غشاء من بره اسمه النيورولما او الغشاء العصبي. ناقص لك معلومه واحده بتقول ان الغمد النخاعي او غلاف الميلين بيتم تكوينه، يتكون بواسطه خليه على اسم العالم اللي اكتشفها، خليه شوان، مهمه جدا. فين خليه شوان؟ اهي الخليه اللي انا قلت لك، هقول لك اسمها كمان شويه، اهي دي خليه شوان، هي المسؤوله عن ان هي تبرم تلف 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 غلاف الميلين حوالين الايه؟ العصب، علشان تزود مساحه، تزود سرعه السيال العصبي. تمام، فلما اجي اقول لك ارسم علاقه بيانيه ما بين كميه او يا عم الحاج سمك الميلين وسرعه السيال العصبي، قول له العلاقه طرديه. تمام، تعال نتكلم بعد كده عن خلايا الغراء العصبي. الغراء العصبي دي خلايا بتبقى موجوده في الجهاز العصبي المركزي بالتحديد، واهم ميزه عندها ان هي قادره على الانقسام، تقدر تنقسم، وليها خمس وظائف.
الخمس وظائف دول بنجمعهم في كلمة دعم مر. دعم مر. الدال ديت معناها ان هي داعمة، والعين ديت معناها ان هي عازلة، والميم معناها ان هي مغذية، وبعد كده معوضة، وبعد كده رابطة. داعمة يعني فاكرين لما كنا بناخد حاجة اسمها النسيج الطلائي والضام والعضلي والعصبي، النسيج الضام بيربط الحاجات بعضها ويدعمها، يعني الخلايا ما بتبقاش طايرة في الهواء ولكن في نسيج شايلها، فهنا بتعمل عمل النسيج الضام لتدعيم الخلايا العصبية. من الآخر دي الخدامة اللي ربنا خلقها علشان تخدم على الخلايا العصبية العادية اللي احنا كنا بندرسها من شوية، دي الخدامة بتاعتها، ديت اللي بتدعمها، ديت اللي بتعزلها عن بعضها، اللي هو لمنع أو بص عزل الخلايا العصبية عن بعضها لمنع تداخل السيالات، تداخل السيالات. وكمان من أمثلة خلايا الغرار العصبي خلايا شوان، اللي هي بتفرز الميلين، والميلين دوت اصلا مادة عازلة تمام مغذية، وظيفتها ان هي ساعات توصيل الغذاء من الدم الى الخلية العصبية. حلو قوي، مغذية. معوضة لانها تنقسم، فممكن لو حصل نقص في الجهاز العصبي او حصل ان في خليه اتقطعت، مين اللي هيعوضها؟ الخلايا الايه اللي قادره على الانقسام. طب مين اللي بينقسم؟ الخلايا العاديه ولا الغراء العصبي؟ خلايا الغراء العصبي، يبقى هي معوضه. عشان كده رابطه بتربط اجزاء الجهاز العصبي ببعضها وتربط الخلايا ببعضها، تمام. يبقى ديت خلايا الغراء العصبي، اهم معلومه ان هي قادره على الانقسام، دي الخدامه بتاعت الخلايا العاديه، بتعمل خمس وظائف: دعم مر، داعمة، عازلة، مغذية، معوضة، ورابطة. طيب العنوان اللي بعد كده: أنواع الخلايا العصبية. عنوان قديم لسه قايله لك من شوية، بس تعال نرسم الرسمة تاني لأنها مهمة. دوت صابع من صابع الإنسان، وفيه هنا زي ما قلنا الشمعة اللي بتحترق ديت، وبعد كده في عصب نهوت، خلية عصبية رايحة لحد الجهاز العصبي المركزي، المخ والحبل الشوكي. مش عارف المخ مش مخ خالص ده، ثانية واحدة يا شباب. ادي ده فردة جزمة، ده المخ ماشي، وادي الحبل الشوكي. الخلية دي هتوصل لحد هنا، تقول لهم يا لهوي الحقونا بنتلسع، فنقوم جايين موصلين الرسالة، وبعد كده نقوم جايين واخدين قرار ونروح للعضلة ونقول للعضلة انقبض بسرعة، شد دراعه، ابعدي عن النار. حلو قوي. تعال ندي كل حاجة اسمها. كنا بنسمي دوت المؤثر اللي هي الشمعة، وبنسمي الجلد او صبعك يعني عضو الاستقبال، وبنسمي الخلية اللي رايحة بالمعلومات ديت خلية عصبية حسية واردة، لانها بتورد معلومات لسه جايه. والخليه اللي هناك ده هي خليه عصبيه موصله، توجد بالكامل داخل الايه الجهاز العصبي المركزي. وبعد كده اللي خدت الاوامر وطلعت بره ده هي الخليه العصبيه الحركيه، مش حسيه بقى، لان هي اللي بتحرك، هي اللي هتروح للعضله اللي هي عضو الايه عضو الاستجابه، فهتحركها، فعشان كده سميناها خلية حركية. ثانية واحدة، حركية صادرة، لأنها بتصدر الأوامر. طيب يبقى ديت أنواع الخلايا. بس أنا عايز أقول لك معلومة ونبدأ نضيف على الرسم حاجات تبعا لهذه المعلومة. المعلومة بتقول إن السيال العصبي بينتقل دايما في اتجاه واحد بس. إزاي؟ هتقول لي ما هو رايح كده وجاي كده. ما أقصدش، افهم بس معايا، ده جسم الخلية، وادي المحور، وادي التفرعات النهائية، ودي الزوائد الشجيرية. السيال العصبي يبدأ أول حاجة بالزوائد الشجيرية، ثم إلى جسم الخلية، ثم إلى المحور، ثم إلى
التفرعات النهائيه. خلي بالك ممكن يدخل للجسم على طول ونعمل سكيب او نعدي الخطوه بتاعه الزوائد، بس ما ينفعش العكس، يعني ما ينفعش يجي من تحت لفوق، لا لازم من فوق لتحت، لازم من الزوائد للجسم للمحور للتفرعات النهائيه. طب التفرعات النهائيه دي هتوديه فين بقى؟ ركز معايا قوي. ممكن يبقى خليه عصبيه جنبها خليه عصبيه ثانيه، عصب بيوصل لعصب، او خليه عصبيه جنبها عضله، او خليه عصبيه جنبها غده. لا يا دكتور انا تهت منك يا عم، بالراحه يا اسطى بالراحه. بقول لك ان السيال العصبي لا ينتقل الا من الزوائد الشجيريه الى الجسم ثم الى المحور ثم الى التفرعات النهائيه. هتقول لي طب بعد ما يروح للتفرعات بيروح لفين؟ قلت لك يا اما يروح لخليه عصبيه تانيه زيه، يبقى من عصب لعصب، او من عصب لعضله، او من عصب لغده. دي عباره عن خليه عصبيه، ودي عباره عن عضله، ودي عباره عن غده. فسبحان الله سبحان الله سبحان الله، دي كده حته كانهم بيتشابكوا مع بعض، فنسمي الحته دي تشابك عصبي عصبي ما بين العصب والعصب. اما هنا بنسميه عصبي عضلي ما بين عصب وعضله، انما هنا بنسميه عصبي غدي سبحان الله ما بين عصب وغده. سهله صح؟ طيب اسمح لي اقول لك حاجه بقى. قول لي يا صاحبي، تفتكر هنرسم هنا جسم الخليه ولا التفرعات النهائيه؟ يعني دي بدايه ولا نهايه؟ هتقول لي مش السيال ماشي كده، يبقى دي البدايه. اقول لك صح، يبقى هنا المفروض هنا البدايه يعني جسم الخليه، وهناك النهايه يعني هنا ايه؟ تفرعات نهائيه. حلو. بس بصراحه الخلايا العصبيه جسمها بيبقى غريب كده، هي بتبقى عامله كده يا جماعه، وهنفهم الكلام دوت في الدرس الاخير ان شاء الله. بيبقى جسمها عامل كده وطالع منها ناحيتين، يعني المفروض الجسم يبقى هنا كده، ده جسم الخليه، وطالع منها ناحيه كده، الناحيه دي جايبه بعد كده تعدي على الجسم، بعد كده ايه تكمل. سيبك من المعلومه دي، تعال نكمل هنا. هنا المفروض ايه؟ هنا المفروض جسم الخليه، وهنا التفرعات النهائيه عشان السيال يمشي كده. تمام، ودي التفرعات النهائيه اهي. طيب مش السيال ماشي كده، يبقى هنا جسم الخليه ويمشي يمشي يمشي، دي التفرعات النهائيه. حد يقول لي بقى شاطر قوي بقى ويجاوبني، صاحبي الحته دي اسمها ايه؟ اسمها تشابك عصبي عصبي، لانها ما بين العصب الحسي والعصب الموصل. طب الحته دي برضو تشابك عصبي عصبي، ما بين العصب الموصل والعصب الحركي. طب الحته دي يا صاحبي ده اسمه تشابك عصبي عضلي، يبقى دوت عباره عن عصبي عصبي، تشابك عصبي عصبي، وهنا تشابك عصبي عصبي برضه. طب هنا تشابك عصبي ما بين العصب ده عضلي. الحاجات دي هتتقال في الدرس الجاي، ادينا قلناها بالمره يعني، ان شاء الله ما حد حوش. ماشي، قول لي كده ايه اللي موجود جوه الجهاز العصبي المركزي؟ ركز كده اسمع بس معايا واحسها بقلبك. ديت عباره عن التفرعات النهائيه للخليه الحسيه، يعني نهايه الخليه الحسيه صح، والخليه العصبيه الموصله كلها بجسمها بمحورها بتفرعاتها النهائيه بالنهايات العصبيه بتاعتها يعني صح، والجسم بس بتاع الخليه العصبيه الحركيه. بص كده، اخر حته في الحسيه الموصله كلها، اول حته في الحركيه، دول كلهم موجودين جوه الجهاز العصبي المركزي جوه الحبل الشوكي. يا الله، تعالى بقى نروح لاخر معلومه، حاجه اسمها العصب. هتقول لي ياه، هنقول احنا لسه حبايب؟ يوه ما خلاص قلنا، ما احنا عمالين نتكلم عن الاعصاب فوق. لا، في فرق ما بين الخليه العصبيه والعصب. بص يا صاحبي، انا لو معايا خليه وخليه 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 وخلايا كتير 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 كتير، وجمعتهم مع بعض هعمل حزمه عصبيه. لو الحزم دي ضربتها بقى في 15 20 كده، 15 حزمه ولا حاجه، هعمل عصب. انت بتقول ايه يا صاحبي؟ هفهمك، ده كده عصب اهو، اللي جوه هناك دي كده حزم عصبيه، يبقى العصب بيبقى جواه مجموعه من الحزم العصبيه اهي، دي كده الحزم من جوه بقى نازله كده.
اللي جوه الحزم الحاجات الصغيره اللي هي بالاصفر دي بقى دي كده الخلايا العصبيه. فهمتك، يعني خليه وخليه 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 قمت جاي مربطهم كده وعملت حاجه اسمها حزمه، وجبت حزمه وحزمه 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 قمت جاي مربطهم كده وعملت ايه؟ وعملت عصب. يبقى اكبر حاجه هي الايه؟ العصب. الحاجه الكبيره دي اسمها عصب. طب والحاجات اللي هي الصغننه شويه ديت حزم عصبيه. طب والحاجات اللي هي بالاصفر اللي هناك ديت اسمها خلايا عصبيه. طب بما انها طويله كده، ده جسم الخليه ولا المحور؟ المحور، فبنسميها محاور، محاور الخلايا العصبيه. بس فهمت. ناقص معلومه ان بيبقى جوه العصب ده هو اوعيه دمويه، سواء بقى شرايين او اورده، علشان توصل الدم للايه؟ للعصب. عشان كده ممكن لو العصب اتقطع ينزل دم. خلي بالك العصب دوت خلايا كتير مقفول عليها بغشاء خارجي اسمه غشاء العصب. دخلنا جوه لقيناه متقسم من جوه حزم صغيره، كل حزمه متحوط عليها حاجه اسمها غشاء الحزمه. دخلنا جوه لقينا المحاور، كل محور حواليه الغمد النخاعي الميلين وعليه الغشاء اللي هو النيورولما. فاهمني؟ يبقى تعالى نجيبها من جوه لبره. محور، المحور دوت محاط بحاجتين، الغمد النخاعي اللي هو الميلين والنيورو لما اللي هو غلاف العصب او غشاء العصب. ماشي. بعد كده مجموعة من المحاور معا، يعني دول لما نجيب واحد والتاني والتالت والرابع نجمعهم مع بعض هيعملوا ايه؟ يساوي حزمة محاطة بغشاء الحزمة، غشاء من نسيج ضام. الغشاء ده بيبقى عبارة عن نسيج ضام عشان يضمهم مع بعض. بعد كده مجموعة من الحزم، حزمة وحزمة وحزمة وحزمة، يساوي عصب محاط بغشاء العصب وبرضه نسيج ايه؟ ضام. وكمان جوه العصب ده هوت زائد أوعية دموية، سواء كانت شرايين او اورده او شعيرات دمويه صغيره. في حاجه عايز اقولها لكم، ان ممكن لو العصب اتقطع، العصب كله اتقطع، ممكن زي ما قلت لك ينزل شويه دم. ففي بعض الناس، وديت حاجه محتاجين ان احنا نصححها عشان في ناس بتعملها غلط، يعني ناس بتيجي تندحر مثلا فبينتحروا غلط فما بيعرفوش ينتحر. واحده مثلا اللي هي ام ادم بتحب ابو ادم، اللي هما بيبقوا عيال اندر ايدج اصلا، عيال في اولى اعدادي ولا حاجه، ولا في اولى ثانوي. مش انتوا طبعا، انتوا في ثانيه ثانوي، انتوا كبار ما تعملوش كده، صح ولا ايه؟ المهم ام ادم وابو ادم، ابو ادم مش عارف بقى عمل لها بلوك او هي عملت له بلوك، وزعلوا من بعض لان هو مش عارف عمل حركه وحشه، يعني تقريبا ما بعتلهاش ستيكر مناسب على الكلام اللي قالته. فاهمني؟ يعني مشكله عويصه كبيره جدا. فهي قامت جايه عامله له بلوك، وبعد كده فكت البلوك عشان هتنزل ستوري وعايزاه يشوف الستوري، وكتبت في الستوري ايه؟ كاتنج ناو، اللي هو هتنتحر بقى. وقامت جايبه موس، وقامت جايه قطعه، بس ما قطعتش الشريان. هي عشان تكات فعلا وتنتحر لازم تنزل شويه، وانتوا عارفين الشرايين من الترم الاول بتبقى سطحيه ولا عميقه؟ عميقه. فلازم تنزل جامد قوي عشان توصل للشريان. فهي قامت جايه قطعه، فقطعت العصب، عصب كده اسمه الميديان نيرف او الريديال او ايا كان. المهم العصب ده لما اتقطع نزل شويه دم، فهي قالت يا لهوي بموت، وقعدت تعمل كده يا لهوي بموت. عدى ساعة، عدى ساعتين، وهي تقول يا لهوي بموت وما بتموتش، وشوية دم نازلين صغيرين. فيا جماعة يعني ايه؟ بالله عليكم اللي عايز ينتحر ينتحر. طبعا انا بهزر لحسن يتقص الكلام دوت ويقول لك يا لهوي بهزر اكيد. انا فاهمني، انا بس ايه بحاول ان احنا نوضح بعض الاخطاء التي تحدث عند الانتحار، لان احنا برضو يعني بصراحة لو ادم وام ادم من النوعية دي، يا اما ربنا يهديهم يا اما مع السلامة، فتنتحر احسن. طبعا ولا تقتلوا النفس، يعني النفس ديت يعني مقدسه عند ربنا سبحانه وتعالى، وان قتل النفس واحده اعظم عند الله سبحانه وتعالى من هدم الكعبه. ولكن يعني ايه بحاول احطها في صوره كوميديه عشان تبقى فاكرها.
طيب احنا خلصنا الحصه الاولانيه، ما تنساش ان بيبقى في على المنصه فيديو المذاكره، هنفتح مع بعض الكتاب ونذاكر، نذاكر منه ونحل الاسئله اللي في النص جزء الشرح، وبعد كده هنحل الاسئله كلها من كتاب الامتحان اللي هي الاسئله الاختياريه والمقاليه ومستوى التفكير العليا، وبعد كده ندخل في الدرس اللي بعده وهكذا، وبعد ما نخلص الاحساس نعمل مراجعه عليه ونعمل مراجعه على المنهج كله، ومنتظركم الكثير والكثير من المفاجآت ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا شباب، ما تنسوناش من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحبكم في الله، ما تنسوش دايما 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 صلى على رسول الله. السلام عليكم. صبري يا نفسي، صبري يا نفسي، معنا الله مشوار الطب، مشوار الطب بدأنا خطاه.